المأساة. برنامج مفتوح للحفاظ على الذاكرة الجماعية. وكشف التضليل الإعلامي بالحقيقة. وتدوين ما جرى في الجزائر من أحداث إبان المأساة الوطنية. يأتيكم كل أحد على الساعة 7 مساء بتوقيت الجزائر. للإدلاء بشهاداتكم الحية على المباشر دون خطوط حمراء، اتصلوا بنا على سكايب راديو وطني. مرحبا بك. كنت نسمع فيك على كل حال، اني معكم عاجور. نعم. الوقت سما كيما نقولوا، كنت نسمع فيك على كل حال. وشنو هي بالنسبه كي تعود امور تاع التاصيل كيما كنت قاعد تقول تاع التاريخ؟ حنا ناس عشنا المرحله تسمى من مواليد الثمانينات، لحقت شويه على التسعينات، وشنو في التسعينات ما نفهمش السياسه مليح. نعم. عندي تاريخ، يمكن الشيء اللي قريته كيما كنت تقول على كتب، على اخبار، على واش نتبعوا في السياسه. نعرفوا سيد احمد الغزالي باللي خلف، نعرفوا نوعا ما التاريخ، مي كاينين الامور نشتيو نسمعوه هكا باه كي نصدروا نزيدوا نحطوا المعلومات على بعضها، ونقدروا نكونوا موضوع اللي نقدروا نجابوا به الناس ونحكيوا الناس ويفهمونا الناس ونوصلوا ميساج ان شاء الله مفهوم. هذه هي اللي حبيت نقول لك برك خويا نور الدين، وبارك الله فيك. الانسان لازم يكون شويه يصبر شويه، هذا هو الوطن. نعم اي، ولكن الاخ الكريم، انا نتفاهمك. انت دوك راك انت انا نتفاهمك. انت درك مثلا تراك من مواليد الثمانينات، ما عشتش مثلا الامور. كاينه مواضيع اولا ماهيش كلها مرتبطه بالمأساة. كاينه دوك مثلا الموضوع نتاع اليوم ربما مرتبط بالمأساة، ربما الناس اللي عاشوا تلك الفتره، ولا ربما، ولكن كاين مواضيع اخرى، مواضيع عامه، مواضيع نتاع ثقافه، مواضيع نتاع سياسه، مواضيع نتاع مواضيع اجتماعيه. درك مثلا احنا نتحدثوا مثلا على اللغه ولا على الادب، يطلب شويه واحد هو انه مش بالضروره يكون راه هو زايد في الخمسينات ولا في الربعينات، يقدر يكون واحد زايد في التسعينات ويكون هو مطالع في هذا الامر على جال باش. صحيح هو انه كاين الناس اللي حابين يستفادوا، صحيح هو انه قال مثلا ما عندوش مطالعه والله، ولكن الى متى؟ الى متى هو انه دوك كاين الناس اللي راهو غير فقط هو يستفاد؟ الى متى؟ احنا ماذا بنا حابين الناس هو انه ياخذوا المبادره، يا خويا يتحرك، يبذل جهد شويه على جال باش هو يساهم في تنوير الراي العام. ومعليش احنا نصحوا لبعضنا، معليش هو انه المهم احنا نحاولوا هو انه نثريوا هذيك النقاشات، لانه درك دوك كاين الناس راهم درك هما جاو دوك كاين الناس او كان دوك عده مرات هو الاخ نوري هذاك دائما هو اللي يفتح هذا البرنامج كل مره، شحال من مره درك، ومن قبله ناس اخرين. انا واحد مني سامحني خويا ناردين، كيما لي مؤخرا هكا مؤخرا يعني شويه كاين بروبليم في سماك عمبلك ومنواه. انا مؤخرا ديجا نتبع البرامج، قاعد نتبع فيها من الراديو مباشره. نعم. هكا مانيش قاعد ندخل باسكو كاين لي بروبليم تشويشات والامورات هذيك. نعم. وشنو بما يخص البرنامج، حبيت نقول لك بركة خويا نور الدين بلي بارك الله فيك. والانسان هذا امر اللي ما يئسش منه، لخطر قاعد تزرع فيه بدره، ربي يوفق ان شاء الله خويا نور الدين، وحنا نشاركوا بقدر المستطاع بشي اللي نشوفوا في رواحنا نفيدوا الناس. نعم. لانه الانسان كيعود ما يفيدش دي بريفيرونس يستفاد باه يفيد الساعه. نعم.
المهم شكرا الأخ أمين. إذن أنا الإخوة والأخوات اللي راكم تتبعوا فينا على إذاعة وطني، نحاولوا هو أنه ننطلقوا في البرنامج نتاع اليوم اللي هو خاص برئيس الحكومة الأسبق أحمد غزالي والمأساة. ربما الأخ فؤاد من فرنسا، الأخ فؤاد ربما تفيدنا ببعض المعلومات فيما يتعلق بتعيين رئيس الحكومة الأسبق أحمد غزالي في تلك الفترة. يا هل ترى في رأيك الأخ فؤاد هو أنه أحمد غزالي تم التعيين نتاعه من طرف شاذلي بن جديد، وإلا تم التعيين نتاعه من طرف القيادة العسكرية الممثلة في خالد نزار والمجموعة اللي كانت تشتغل معه؟ أخ فؤاد مرحبا بك. الله يبارك فيك، واش راك سينوض؟ والله غير لاباس الحمد لله، واش راك انت؟ الحمد لله. ريحت شوية؟ لا 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 بس. الحمد لله. سلام على جماعة كل رقب وطني. بالنسبة للسؤال تاعك، نعطيك النظرة تاعي أنا إلى على 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 تعيين سي أحمد غزالي في الوقت هذاك. أنا في رأيي تعيين من عند الجيش. نعم. مش من عند الجيش. وتعيين شغل كبومبي. رجل إسعاف. رجل إسعاف. نعم. ما يكونوش موجدينه من قبل؟ لا لا، كانوا الوقت ذاك كنا محتاجين أولا إنسان اللي يعاود يحكم الاقتصاد، يحكم الحكومة، يورغانيزيها. نعم. وثانيا كنا محتاجين صورة بالنسبة للخارج. نعم. راك بعيد شوية على الميكروفون الأخ فؤاد، قرب شوية ربما حتى باش الإخوة راهم يسمعوك. هذا خير؟ راهو كاين شوية نقص في الصوت تاعك، ما راهوش يلحق من المصدر، ما راهوش يلحق من المصدر، ما يلحقش مليح. وهكذا خير؟ هكذا أحسن. هكذا أحسن، ما نحي الميكرو، نحي الكمبيوتر. نعم. والسبب التالية كنا محتاجين نصور الجزائر بالنسبة لأوروبا. أمريكا هي اللي كانت الصورة مش مليحة. سيد أحمد غزالي في الصورة تاعو كان في الخارج كان محترم، يعني بالنسبة لفرنسا بالنسبة لأوروبا، وكنا محتاجين شغل أمباسادور داخلي. تقصد يعني هما كانوا محتاجين واجهة في تلك المرحلة؟ نعم، واجهة على جل باش يسوقوا الانقلاب تاعهم. أيوة. أنا يا هذه في نظرة تاعي الأسباب بالشغول تاعي. نعم، أنا نوافقك في هذه المسألة. إن في الوقت ذاك ما كانش البريوريتي داخلية، كانت البريوريتي خارجية. كنا لأن كنا يعني في وضعية مش مليحة بالنسبة للخارج. نعم، صحيح. نعم، شكرا الأخ فؤاد. المهم أخ فؤاد الميكروفون فقط، درك نعود إن شاء الله نرجع لك في انتظار ربما كش ما يلتحقوا بنا مجموعة من الإخوة. أنا نوافقك في هذه المسألة، وكاين بعض الأشياء اللي راهو درك هو أحمد غزالي من خلال حوارات أجراها سواء مع صحف ولا مع مواقع إلكترونية ولا مع قنوات فضائية، راهو قام ببعض التصريحات ناخذوها من لسانه. هو راهو اعترف باللي الشاذلي بن جديد اللي كان في تلك المرحلة كان هو الرئيس، كانت من قبله ربما بعض الإخوة اللي ما عاشوش تلك المرحلة ما عندهمش فكرة على الأحداث هذه، كان من قبله كان حمروش هو اللي كان رئيس الحكومة، وكان في تلك المرحلة أحمد غزالي كان وزير الخارجية نتاعو، بمعنى أنه هو في الفترة اللي كان فيها حمروش كان يتنقل، كانت عنده علاقات مع بعض الدول من خلال تنقل، كانت عنده علاقات يتنقل، قال لي تلاقى مع
وزير الخارجية الفرنسي أو مع الرئيس، قال مع وزير الخارجية الأمريكي، مع الرئيس، قال مع، إذن كنت عنده علاقات. هو من خلال التصريحات نتاعو يقول باللي الشاذلي استقال، هذا هو راهو كلامه يقوله، هو الشاذلي استقال معنويا منذ أحداث أكتوبر 1988. هذا راه كلامه، مش أنا اللي نقول فيه. بمعنى أنه القيادة نتاع الجيش هي اللي كانت تحكم منذ الأحداث نتاع 88، قيادة الجيش هي اللي كانت تحكم، هذا راهو كلامه مش أنا اللي قلته. دركا إذن التعيين نتاعو سيستيماتيكيا الجيش هو اللي عينه، عينه كما كنت تقول انت، عينه لانه كان واجهة حتى باش هما. وايضا هو ما كانش يعني مجرد قال انسان، لانه هو كان مؤمن ببعض الاشياء، مؤمن ببعض الاشياء منها قضية تحل الفيس، كان مؤمن بها، كان هو غير قابل على هذاك الاشياء اللي كانت موجودة في تلك المرحلة، المسيرات حتى ولو أنه هو راه أشرف فيما بعد الانتخابات الشرعية، لأنه هو اللي أشرف عليها، هو ما كانش قابل، هذه راه تصريحات راه موجودة، ما كانش قابل هذاك الفوز نتاع الجبهة الإسلامية في البلديات. دونك هو راه ما كان ماشي مع هذا الكلون، دوكا كان هو مؤمن بهذا الفكر نتاع هذا المجموعة اللي كانت تحكم، وكان هو منخرط معاهم، وكان هو مجرد موظف نتاع النظام. راها تجي الايام وتزيد تتوضح بعض الامور، لكن هو راه قبل هو انه يكون لعبه في يدهم، وشارك في الانتخابات. درك هو راه كان وزير خارجيه نتاع حمروش مباشرة بعد الاستقالة نتاع حمروش اللي كانت يوم 3 جوان، هذه باش نذكروا بعض الإخوة، والاستقالة الفعلية نتاعو هي كانت يوم 31 ماي، رانا ذكرناها في البرنامج السابق نتاع حمروش، واستقال يوم 31 ماي، لكن أعلنت رسميا يوم 3 جوان 1991، هو تم الإعلان على التعيين نتاعو الرسمي من طرف الشاذلي بن جديد يوم 5 جوان، يعني في ظل الأحداث هذيك نتاع جوان اللي وقعت واللي كانت فيه بعد ما دخل الجيش، هو دخل الجيش مباشرة باللي فضل النزاع. وراكم تشوفوا راه تصريح بفمه هو اللي يتكلم، مانيش أنا اللي نتكلم، تصريح وين أنه يقول باللي هو اللي أعطى الأوامر للجيش، هذا كلامه مشي أنا اللي راني نقول فيه، كلامه هو وراه منشور على التلفاز نتاع الجزائر، هاو نديروه نسمعوه، هاو هو يتكلم. ها طلبت من الجيش الوطني الشعبي أن يتخذ بصورة وقائية الإجراءات اللازمة من أجل المساهمة في حماية الأمن العمومي وأمن المواطنين، وذلك عملا بالقانون 91-23. راكم سمعتوه، هو اللي يتكلم، مانيش أنا اللي نتكلم، عملا بالقانون، وطلب هذا مباشرة بعد ما تم تعيينه، طلب من القيادة نتاع الجيش. درك إما هو أنه راه هو اللي دار الانقلاب وهذا مستبعد جدا، لأنه راه هو فيما بعد تم استبعاده، وإما هو الناس اللي جابوه، هذا هو الأمر المقبول، اللي جابوه نتاع الجيش حبوا يستعملوه، واستعملوهم القوانين كما راهم درك اسمه نزار راهو يدير، هو راهو دار الانقلاب، ولكن يقولوا صبغة قانونية حتى باش هما ما تتمسحش الامور هذه في دارهم، يمسحوها في وجوه نتاع الناس هذو اللي كانوا دايرينهم هما في الواجهه. اذا هما انا حسب الوجهه نتاع النظر تاعي من خلال الكلام نتاعو، القياده نتاع الجيش هي اللي جابته من اجل تسويق واجهه كما كان يقول الاخ دركا من فرنسا. وفيما بعد هو قام بمهمه
مهمة نتاعو لمدة عام. درك نجيو ليها إن شاء الله من خلال هذا البرنامج. فيما بعد درك احنا رانا عرفنا باللي الإضراب نتاع جوان هذاك تم التوقيف نتاعو بعد أيام، هو انطلق يوم السبت 25 ماي ودام لعدة أيام. فيما بعد، بعد ما تم استقالة نتاع حمروش، استقال حمروش وخلى المبادرة للشاذلي كما أعلن هو، تم التعيين نتاع هذا واسمه أحمد غزالي اللي فيما بعد فك الاعتصام اللي كان موجود بالاتفاق مع القيادة نتاع الجبهة الإسلامية. راهم اعترفوا وتحدثوا في ذرك، ربما كاين بعض الأشياء اللي ما كانتش في تلك المرحلة تذاع على القناة تاع التلفزة الوحيدة أنا ذاك، ولكن كانت أشرطة موجودة ولا زالها إلى اليوم، وراها كاينة بعض الأشرطة اللي راها منشورة، يستطيع الإنسان هو أنه يلقاها، راها موجودة في اليوتيوب أشرطة، بحيث هو أنه قال الندوة الصحفية اللي دارها عباس مدني راها موجودة، يستطيع الإنسان هو أنه يطالعها. تفقهما مع الحكومة نتاع غزالي مباشرة بعد الاتفاق نتاعهم والإعلان على وقف الإضراب، هزوهم ادوهم للسجن. ومنذ ذلك الوقت حتى باش فيما بعد الناس تعرف الأحداث اللي جات بعد الانتخابات الشرعية، لأنه كاين الناس اللي ما عاشوش تلك المرحلة ومش فاهمين الأمور كيف ما راهم الناس اللي عاشوا تلك المرحلة، ويصرى لهم خلط ومن بعد يوليوا ما يلفقوا في تهم الناس ربما ما شاركوش في هذيك الأشياء، والله ما عاشوهاش، والله ما يعرفوهاش، والله ويبدأوا هكذاك فقط، هو ما عاش ما يعرف وهكذاك يتبع في الموجة، يسمع كلام يتقال في قنوات فضائية والله في إذاعات والله في صحف، ويصير يردد فيه بلا ما على باله. إذن تم التعيين نتاعو في الفطرة نتاع الإضراب، والفطرة نتاع الإضراب صرعوا فيه ضحايا بحيث أنه قتلوا الكثير من الجزائريين والجزائريات في تلك الاعتصامات اللي كانت موجودة في الساحات العمومية، وفيما بعد انتقلت للإحياء وصارت فيه كوارث بحيث أنه قتلوا، كان فيه رصاص حي تم ضرب الناس اللي كانوا معتصمين في الساحات بطريقة سلمية، هذه نقولوها للتاريخ والناس اللي راهم عاشوها يعرفوها. معي الأخ سامي من كندا. الأخ سامي مرحبا بك. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الأخ سامي، الموضوع تاعنا اليوم هو حول أحمد غزالي رئيس الحكومة الأسبق والمأساة. الأخ سامي، كنا نتحدثوا درك مع الأخ فؤاد من فرنسا حول النقطة هذه نتاع التعيين نتاع غزالي من طرف شاذلي بن جديد ولا من طرف القيادة العسكرية. هل ترى أنت عندك معلومات فيما يتعلق بهذه النقطة، سواء من خلال معلومات خاصة أو من خلال ربما أشياء سمعتها ولا شهادات ولا؟ أولاً أرى السوق راه يتعاون. نعم، تفضل. يعني واش نعرف على أولاً واش نعرف يعني على غزالي؟ غزالي هو مهندس في ليكول بون شوسي من فرنسا، كان أول مدير تاع سوناتراك، من بعد قلد مجموعة من الحقائب الوزارية فوقت بومدين وشادلي، وكان وزير تاع الخارجية في وقت تاع حمروش. هو تعين بعد يعني بعد إضراب الفيس، فقريت مذكرات غازي حيدوسي وين يقول أن إسقاط واسمه حكومة حمروش وتعيين غزالي كانت يعني عبارة عن استحواذ الجيش على الحكومة. يعني كيفاش يقولوا خنق شاذلي بن جديد، لأنه نحاول الحكومة وفرضوا عليه يعني غزالي، لأن الجيش استغل في هذاك الوقت الفوضى اللي صارت بعد إضراب الفيس، وقال لشاذلي أن حمروش ما ولاش يعني يتحكم في الوضع ولا يعني يهدد في أمن تاع البلاد،
ولازم يعني يوضعوا انسان يعني اكثر حزم واكثر صرامه من حمروش يعني. فبعد اسقاط حكومه حمروش هما قدروا انهم يستحوذوا مباشره على الحكومه. ويقول يعني غازي حيدوسي في المذكرات تاعو يقول ان بعد ما استحوذوا على الحكومه ما كانش عندهم برنامج. قبل يعني في حكومه حمروش كان عندهم برنامج يعني اقتصادي سياسي رؤيه. قال كلمه يعني الجيش وضع واسمه غزالي ولاو يعني تقريبا ما ولاش عندهم برنامج. ولا يعني يقول لك مثلا الزار كان يجي عندي كان يريح واحد ربع سوايع خمس سوايع ويطرح لي اسئله حول الجانب الاقتصادي حول الجانب السياسي يعني. فكان يعني هذا تعيين غزالي هو خطوه كبيره يعني في الاستحواذ على السلطه. من بعد دفع الشاذلي يعني الى الاستقاله. دونك انت راك توافق في الكلام اللي كان يقوله درك الاخ فؤاد بمعنى انه جابوا غزالي جابوه كرجل اسعاف في الفتره هذيك. هو هما حطوا الرجل تاعهم. انا في نظري حمروش ما كان يشكل لهم مشاكل لانه كان يمثل يعني واسمه التيار الاصلاحي اللي اعتمد عليه واسمه الشاذلي في الفرض التعدديه الحزبيه وفرض يعني. وش هو اللي يدل مثلا الاخ سامي باللي احمد غزالي يعني مثلا ديزارغيمون هكذا اللي يدل باللي احمد غزالي رجل تاعهم؟ رجل تاعهم لان بكل بساطه لما طردوا الشاذلي غزالي بقى. غزالي ما راحش مع الشاذلي. فغزالي يعني سير كامل المرحله الى غايه يعني قتل موت بودياف يعني. فيما بعد واش نعرف على غزالي انه راح امباسادور فرنسا والاسم تاعو يعني كان في القضيه هذيك تاع السرقه تاع العربي بالخير مع الايطاليين تاع انابيب الغاز. تم التعيين تاعو سفير فيما بعد في فرنسا. يعني دليل قاطع باللي راها كانت علاقات حميميه وعلى جل باش يسير بعض الملفات. وايضا على نزيدو نذكروا الاخوه ربما اللي ما عاشوش المرحله هذه كلها ما يعرفوش من بين الشهود نتاع نزار في المحاكمه ضد حبيب سويديه في فرنسا كان احمد غزالي. تفضل الاخ سام. ايه هو كان غزالي هذا كان يعني يقول شيء ويناقضه في نفس الوقت. فلو انا قريت الكتاب هذاك تاع اللي تنكتب حول المحاكمه ففي المحاكمه طرح عليه القاضي سؤال قال له هل الجيش هو اللي يحكم في البلاد ياخذ القرارات؟ رد عليه برد غزالي في هذه في المحاكمه. القاضي قال له لا قال له احنا اوني با هكذا بالتعبير هذا قال له اوني با اون ريبوبليك بانانيير احنا ما احناش يعني جمهوريه تاع الموز وين اي عسكري يقرر احنا اللي كنا ناخذ القرارات بكل حريه. جويه بعض الاشهر فيما بعد جريده الوطن قامت دارت يعني معاه انترفيو وقال العكس الشيء اللي قالوا في المحكمه. واللي دار الكتاب هذاك والله ماني شاف الناس اللي كتبوا الكتاب هذاك جاز فرانسوا جاز دار واش قال في المحكمه من الفوق والانترفيو اللي داروا مع الوطن وهو يتناقض 100%. في الوطن يقول الجيش هما اللي كانوا يحكموا وحنا ما كان عندنا اي قرار. فرانسوا جاز هذا صحفي تاع كانال بلس؟ لا جاز ما نظنش صحفي تاع ريفوار هو اللي صحفي تاع جون سيباستيان ريفوار ولا جون باتريك ريفوار. جاز هو اللي دار الكتاب مع سويديه. صاحب دار تاع النشر. وكيفاه؟ صاحب دار تاع النشر. دار تاع النشر هو صحفي وهو اللي ساعد سويديه انه يكتب الكتاب تاعو. سويديه ما يعرفش الفرنسيه يعني في حقيقه الامر يعني مستوى محدود. بالتالي هو اللي ساعده باش يكتب الكتاب. هو سويديه ما يقدرش يكتب كتاب. هو اللي ساعده انه يكتب كتاب. وكان اتهامات يعني تقول انه هذا الانسان راه يخدم مع المخابرات المغربيه ما على باليش اذا صح ولا لا. كان بعض الضباط. شكون؟ جاز.
يقول انه كان يخدم يعني. المهم جابوا واحد في النهار ولا في الشروق، كان كولونيل ولا كان عنده رتبه يعني، كان هرب من الجزائر وطلب اللجوء في اسبانيا. موجوده الشهاده تاعو اذا حبيت تشوفها في يوتيوب. ماذا بك باش تبعثها لي؟ وش الاسم نتاعو؟ ربما راني نعرفه وتلاقيت به. هذا طلب، والله ماني شافي، راح نحوسها الان ونلقاها لك يعني. مش هو اللي كان هاز طياره؟ وش من طياره تاع الكوبتر هذاك اللي؟ لا 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 لا, لا, لا. هذا كان عنده مشكل، كان يخدم مع العماري. كان عنده مشكل، هرب في السنوات التسعينات الإسبانية وقدم اللجوء تم وقبلوه. ومن بعد يقول لك اتصلت بجون بجاز جو كروا اللي طلب منه انه يكتب المذكرات تاعو يعني. فهذا الانسان يقول لك اني لما طلبوا مني يعني نكتب المذكرات، شغل كتب المذكرات تاع التاريخ تاع الجيش. فيقول ان جاز رفض الكتاب اللي مديته وقال لي لا، لازم تكتب غير على التسعينيات وغير على المجازر، وكامل الشيء اللي قلته ما عندوش قيمه يعني. المهم هذا الانسان يعني كان وعده انه يدخل باش يلقى الاقامه في فرنسا الى اخره. بعد هذا الانسان عاود دخل الجزائر، نعم، ودار انترفيو مع هبت حناشي. درك نجيبه، ما تكسرش راسك. ايه شفتو انت الانترفيو ولا ما شفتوش؟ لا ما شفتوش جوستومون. لو كان شفتو انا، لو كان راني قلت لك درك درك نبحث. معليش من بعد نشوفه. إذن الأخ سامي مازلنا دائما في النقطة هذه نتاع غزالي. إيه حبيت نكمل لك على القضية هذه تاع السرقة هذه تاع بينه وبين العربي بالخير. نعم. علاش اتهم غزالي؟ غزالي مد باسبور ديبلوماتيك لانيميسير، والله ماني شافي اذا كان من السعوديه ولا من ايران ولا، المهم هو الجزائري، مدوا له باسبور ديبلوماتيك الجزائري. هو اللي دار الوساطه هذيك بين في الضربه هذيك تاع السرقه تاع البيبلاين بين الجزائر وبين ايطاليا، ويهضر عليها يعني حسين هارون الى اخره. فغزالي في المحاكمه قال لهم لانه كانت واسمو المحكمة الإيطالية كانت شغل فتحت قضية في هذا المجال وتكلموا على العربي بالخير إلى آخره. فغزالي يقول أنه مدوا له أمر أنه يخرج هذا الجواز السفر، وأنه ما على بالوش لما كان واسمو أمباسادور في فرنسا. نعم. هذا واش نعرف يعني على المهم على الأخ سامي فيما يتعلق بالغزالي والسجن نتاع القيادة نتاع الجبهة الإسلامية. احنا ذكرنا شفنا باللي هو راه تم التعيين نتاعو من طرف القيادة نتاع الجيش، بدليل هو انه راه كان واحد من الشاهدين نتاع نزار في 2002 استغفر الله، في 2002. درك هو لو كان نقولوا مثلا كان ماهوش دخل معاهم في اللعبة، لو كان قادر مباشرة انه هو بعد الاغتيال نتاع بوضياف يقطع معاهم الخيط، يعرف باللي راهو قال تم استعماله وانتهى الامر. هو راه في 2002 راح يشهد مع نزار، وربما راهو الان هو واحد من الناس اللي وقعوا على جل باش ما يتحاكمش نزار. ايقاف علي بالحاج وعباسي مدني وتدخل الجيش، هذا نزار قالها مباشرة. قال لك انا اللي خذيت القرار وحتى الشاد لي ما على بالوش. نعم. هذا الشيء خطير، هذا اللي نعم، لانه راه ياخذ قرارات من عنده. واضح الان درك بعد ما قلت لك انا في بدايه البرنامج، مانيش عارف درك انت لا تبعثنا من البدايه ولا لا، هو راه واضح من خلال تصريحات غزالي يقول باللي الشاذلي استقال منذ 1988 استقالة معنوية، بمعنى أنه خلاص بعد الأحداث هذيك تاع أكتوبر الجيش هو اللي كان حاكم. درك هما كانوا عاطين أن سيرتان بوفوار، قال مثلا الحمروش على جل باش هو يتحرك في إطار اقتصادي، لأنه هما ما يقدروش هما يسيروا هذه الأمور، هما حاكمين بعض الأمور تاع الأمن. حمروش لما لحقت للقضية تاع القتل هوش بدروحه على جل باش ما يمسحوش فيه الموس. غزالي واسمه قبل بالمهمة هذه. دونك هو ذركا
لما يقول لك باللي واسمه الشاذلي درك مانيش عارف واش كنت تقول لي درك نتاع القضيه نتاع الشاذلي القضيه نتاع من انه نزار خذا لا ديسيزيون هو راهو درك في التلفزيون دوك واش كنت ندير لك انا في التصريح هذا هو يتبناه بمعنى انه هو اللي متزعم شغل لا ديسيزيون بصح هي راهو نزار والجماعه نتاعو بصح هو يتبناها لانه هو كان رئيس حكومه في حقيقة الأمر الجيش ما خذاش أنا في نظري الجيش ما خذاش السلطة مباشرة بعد 88 بعد 88 حدث شيء هو أنه الجيش يعني الانفجار هذا اللي حدث وهذا عن طريق شهادة ضباط مخابرات كثير هو أنه في البداية ما كانوش حابين يناديوا الجيش في البدايه كانوا يظنوا ان البوليس رايح يقدر يعني الميتريز لا سيتوياسيون في الجي لكن الاشياء يعني انفجرت فيما بعد هما اللي مدوا يعني الشراره من بعد انفجرت من بعد يعني شغل تحتمت عليهم انهم يعيطوا للجيش فالجيش دخل لما دخل يعني ولما لما البلاندي تاع كمال عبد الرحمن دخلت الالجي هو اللي كان مكلف بالمهمه هو اللي كلفه الشاذلي بالمهمه نتاع 88 هو نزار اذا درك من ثم هما الشاذلي سما شغل خلاص شغل ما بقاتلوش يعني الكلمه الطوله اي الشاذلي نزار كان شيف ديتا ماجور في الجي ما كانش في الجزائر الكل كان بالهوشات على ما أظن ما كانش لكن شيء فشيء المهم احنا خلينا نتفق من أن الأحداث نتاع أكتوبر هي التي مكنت نزار إيه؟ من أجل على جنبه هو يدخل بقوة أنا قلت لك ثاني أنا قلت لك في المذكرات تاع واش يقول نزار يتكلم لك على الاجتماع هذاك اللي حدث في عين نعجة في وزارة الدفاع إذا راك شافي كنا تكلمنا عليه لما عيط يعني جميع قيادة النواحي وجميع في وسط الإضراب وقال لك أن جميع قيادة النواحي إلى آخره كانوا يعني غضبين ضد الشاذلي لأنهم قالوا له تمسخير هذا كامل هو أنت الفيس هو أنت البلاد راح تنحرق من راسك انت فتمك مباشرة انا في نظري نزار ولا عنده ليمان ليبر كما يقولوا لما عرف ان الجميع الضباط راهم في صفو وضد الشاذلي لانهم اغتنموا هذاك الاضراب هذاك تاع الفيس انا تمك في نظري اللي نزار ولا يتحرك يعني بصفة خارجة على الرئاسة يعني وبدأوا يفكروا حقيقة في استخلاف الشاذلي. نعم. فمباشرة فيما بعد يعني طالبوا بأن حمروش راح مباشرة بعد الإضراب عينو غزالي في سبتمبر هوليك الشهادة تاع ضباط المخابرات بعثوا زوج صحفيين بودياف هذا في سبتمبر 91. نعم. يعني ننظر واش يقول لك كنا نتكلموا هكذا في الصالون تاعين بعد واحد قال لك بودياف. بعد قلنا له ايه والله نسيناه هذا بودياف هذا كذب هذا ماهوش صحيح كانوا يحضروا يعني بودياف من قبل اكيد دليل انه بعثوا له زوج صحفيين في سبتمبر 91 لا 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 هو ذكر من خلال الشهاده نتاع ابنه يخين راني درت معه حوار واسمه ناصر راهو هو اعترف باللي الاتصالات مع بودياف بدات في 90 اتصلوا به في 90 وراح ليه عليه هارون راحوا ليه هما في اطار تاع الوداديه راحوا ليه هما على جال باش يتستيوه فهمت تسمى قضيه نتاع الانقلاب هذه على الفيس كانت موجوده من قبل موجوده مباشره بعد الانتخابات البلديه مباشره قرروا على جال باش يديروا الانقلاب للشاذلي دونك تسمى 88 90 كاينه سنتين بعد ما صارت الاحداث نتاع 88 تفتحت هذيك صار فيه انفتاح بحيث هو انه كانت الحكومه نتاع حمروش هي اللي داروا ذاك الدستور نتاع واسمو تاع 89 وصار فيه الاعتماد نتاع الاحزاب مباشره بعد الانتصار نتاع الجبهه الاسلاميه للانقاذ في البلديات قرروا الانقلاب قرروا باللي خلاص لازم
الطريق هذا ما يديهمش. طريق نتاع الديمقراطيه ونتاع الحريه ونتاع الاراده الشعبيه طريق ما يخدمهمش. قرروا على جل باش هما يتراجعوا على هذاك المسار. دركا اعطيت لهم الفرصه من خلال هو انه استدرج القياده نتاع الجبهه الاسلاميه للانقاذ في تلك المرحله ودخلوا في الاضراب، دخلوا في مواجهة مع هذا التيار الوطني الممثل في جبهة التحرير. هما لقوا الفرصة وين أنه يدفعوا على جلباش حمروش لينحيوه وينحيو المجموعة هذيك وبلاصاو غزالي. بلاصاو غزالي. أنا ذك السؤال اللي طرحته لك الأخ واسمه سامي هو حول الاعتقال انتع القيادة انتع الجبهة الإسلامية، علاش اعتقلوهم؟ يعني اتفقوا معهم اليوم باش يوقفوا الإضراب واعتقلوهم في الغد، يعني مباشرة بعد الإعلان على الوقف نتاع الإضراب اعتقلوهم. علاش ما حلوش الفيس؟ هذا هو السؤال الحقيقي. علاش اعتقلوهم وعلاش ما حلوش الفيس؟ لأنهما ربما كانوا يمشيوا بطريقة ما يقدروش مباشرة يوقفوا كل شيء، لأنه حل الحزب. علاش ما حلوش الحزب؟ ما حلوش الحزب لان الفيس كان ورقه في يديهم للطرد الشاذلي. واش يقول؟ واش هي الانتخابات تاع 91؟ كثير من الناس راهي تتكلم على انتخابات 91. على بالك بلي انتخابات 91 ماهيش انتخابات نهائيه. انتخابات تاع 91 اولا هو الدور الاول، هذا الشيء الاول. نعم صحيح. الشيء الثاني حتى لو كان صرا الدور الثاني، نعم. على بالك وقت تقول لي الانتخابات نهائيه، نعم. لما تجوز على المجلس الدستوري. صحيح. نعم. والمجلس الدستوري قادر ينحي شكون يحب لان المجلس الدستوري كان في يديه. نعم. علاش ما نحاوش هذيك الشهاده تاع بن حديد لما قالوا له يعني عيطوا له واش يقول لك بن حديد او راه في السجن لافشاء اسرار عسكريه يعني كارثه يعني صافي دير واش يقول صحيح؟ إذا كان هذا الإنسان دخلوه للسجن لإفشاء أسرار عسكرية تما الشيء اللي كان يقوله صحيح، كانت أسرار عسكرية. نعم صحيح. واش يقول لك؟ يقول لك كارثة. يقول لك عيطوا لنا قالوا لنا فوالا الدعوة خلات يا الخوا الفيس راح ياخذ السلطة احنا ما لازم لنا نديروا انقلاب. بن حديد قال لك أنا دخلت وقلت لهم إذا كان المشكلة هو الانتخابات يا ود المجلس الدستوري مازال في يديكم والدور الثاني مازال ما جاش، راكم تقولوا لنا باللي الفيس زور والفيس يعني دار ضغوطات والفيس في الدور الاول يديروا انتم ضغوطات وزوروا في الدور الثاني. لكن هما لا، هما الهدف تاعهم اخذ السلطة مباشرة، فبعد الاضراب استغلوه خذوا الحكومة يا بعد الدور تاع 91 خذوا الرئاسة طردوا الشاذلي. دونك هما واش يقول نزار في المذكره تاعو هما الشاذلي قال له يا الخوا الوضع خطير الى اخره. اذا الاخ سامي واش فهمت من خلال الكلام تاعك بمعنى انه هما هزوا القياده نتاع الجبهه الاسلاميه للانقاذ في تلك المرحله وخلوا الحزب يستمر من اجل اعطاء مزيد من المبررات على جل باش هما ينحيوا الشاذلي ويستلموا السلطة بشكل يعني رسمي. ايه استخدموه الفيس واستخدم يعني من اجل ان يقولوا هذا واسمه هذا الحزب هذا هو الغول. دونك السؤال اللي طرحه وحنا رانا هنا باش ننقذوكم احنا لانه باش تلعب دور المنقذ واش لازم؟ لازم تخلق مصر، لازم تخلق غول هكذا. نعم يخلقوا الغول بالفيس. نعم. نعم شكرا اخي سامي. دوك نعاود نرجع لك. دونك الاخ فؤاد من فرنسا الشيء اللي كان يحكي فيه الاخ سامي دونك الشيء اللي احنا رانا رايحين نستخلصوه ولا نستنبطوه من الكلام نتاعو يا هل ترى هو انه غزالي ينتمي اللوبي هذا اللي راهو كان يمثله نزار والعربي بالخير، هل ترى هو راه ينتمي لنفس اللوبي هذا؟ 200% 200% ايوا ثم معناته هو راه منتمي لهذا اللوبي هذا. واش هو هذا اللوبي هذا؟ ممكن يعني نعرفوا بعض الاشياء كذا، واش يمثل هذا اللوبي هذا؟ هذا هو اللي ربما تحدثنا عليه البارح في الموضوع نتاع حزب فرنسا في الجزائر. هو
لا لا، الوقت هذاك، الوقت هذاك اللوبي ماهوش اللوبي تاع اليوم تاع برك. نعم. الوقت هذاك اللوبي فيه دوشيت. نعم. فيه دو نيفو. نعم. الاول هو القياده العسكريه اللي كانوا لي شيف دو ليجيون. قدم الميكروفون الاخ فؤاد. نعم. قلت لك النيفو الاول هو ما كانش قياسه في الافير هذه خلاص، هما لي شيف دو ليجيون وزاره الدفاع، والدرجه الثانيه هما اللي كانوا الوقت هذاك دي كولونيل اللي كانوا في لي بريكاد يعني في الميدان. نعم. لي كولونيل اللي ما كانوش كانوا في دونك على حسب واش فهمت من خلال الكلام تاعك، ربما باش نعاود، ربما اخوه راه ما سمعوكش مليح، كانوا رؤساء نتاع القاده نتاع النواحي، قاده النواحي بالاضافه الى اسمه قاده نتاع القطاعات العسكريه، بالاضافه الى العقداء اللي كانوا في تلك المرحله. ايوا هذاك هو اللوبي اللي كان زمان. هي صح نجمو يعني الجيش، قياده الجيش. أنا ندير فرق بين قيادة الجيش وجيش. أكيد. أنا ندير فرق. حنا رانا نتحدثوا على القيادة، ماناش نتحدثوا على الجيش، قيادة. أيوة. الجيش. نعم. أيوا. الجيش يطبق. نعم، هذه أمور معروفة بتاع انضباط. أيوا. حتى زمان هذاك حتى الكراد الكراد كوماندو. نعم. أيوا. وهبط يطبقوا. نعم. حتى ما لهمش راضيين، حتى يخدموا حاجه. حبيت ندير غير دي بارونتير باش نسمعك نورغين بالنسبه للشيء اللي كنت كان يقول فيه سامي. نعم. غير يعني شهاده صغيره ما على باليش فيها قيمه ولا لا لا، في التسعينات كي طلبوا من الجيش الضباط يخرجوا. نعم. في الأمر قالوا لنا ما ديروش ثقة في البوليس. قالوا لنا الشرطة حطوهم عاديا. أنت كنت في القيادة في ذاك الوقت. أيوة. نعم. فوالا يعني نقفل لابارونتيز. نعم. الأخ فؤاد. دركا بعد ما عرفنا باللي هذا احمد دغزالي هو راهو ينتمي للوبي، يا هل ترى احمد دغزالي هو شارك في الترتيب نتاع الانتخابات التشريعيه والانقلاب على الشاذلي؟ نعم. كيفاش؟ شوف ديجا كل ما جاش تابع اللوبي ونخليه يعني اللي ديطاي كل ما ديتوه من ديك البلاد الاخرين، ما كانش قادر يكون يحكم دي بوست امبورطون لا في سوناتراك لا امباسادور لا في الغوفرنمون. هذه الاولى. يعني ما يتعين غير واحد يكون عنده الاراده تاع الجيش ولا حطوا الجيش دي ار اس. معليش بالنسبه لي زون بوليتيك اخرين، احمد غزالي سي لو سول اللي قعد مهما صار، يا كان في البوست في الحكومة، يا كان بوست في شركة، ولا في امباسادة. ديما بقى معاهم علاقة، كاين بعض من لي دوسي ما فراوش في الجزائر، فراو في الخارج، وفراو في باريس. لا. وفي امباسادة. يعني باش ناكد لك بلي غزالي عنده علاقة كبيرة مع اللوبي. نعم. وما راهوش يخفي فيها، ما راهوش يضرب فيها، ما راهوش يقول أنا خاطيني. نعم. كيما يقول لكم تبيع يفور ريسبونسابيليتي، قال لك أنا عطيت الأمر. حتى هو ماهوش هو اللي خدا القرار، هو اللي يقول اللي خدا القرار. لابد ما نجمش ياخذ قرار باش يخرج الجيش في الطريق اذا القياده تاع الجيش ماهيش داكور.
كما كان يقول سي سليم كما كنت تنبه فيه بلي الفيس استعمل المسيح مدغوزه لثاني سي الماريونيت. كما يقول كما تقول قيادة الجيش غزالي يطبق. لا اذا كان هو راه منتمي للوبي هذا ما يكونش ماريونات يكون معاهم تما راه تدخل في اللوبي وتكون ماريونات نهار راك ماريونات ونهار راك انت حاكم الماريونات كل هذا يعب هذا صح يحتاجوك وتنجم دير حاجه الله يبارك نعم ما لباليش كي يقولوا لك يعطيوك يقولوا لك دير هذيك لكن هذيك هي الصح ذاك هو الاوبجيكتيف ولا لا لا نعم كل واحد منهم كل واحد منهم ضربه راه هو يقرر ضربه راه ماريونيت نعم شكرا الاخ فؤاد سامي خلاص سامي المهم ما تذكرش الاسم نتاعو نعرفو هذاك هو الشخص اللي كنت نحكي لك عليه خلاص من بعد راني نشوف الحوار هذاك ومن بعد هذا اللي دار الهليكوبتر خلاص ما تعطيش تعليمات ما تعطيش ما تجيش تمد التفاصيل صاي هذا بيبليك يا رجل لا 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 كاينه اشياء انت تعرفها بيبليك بصح كاينه اشياء اللي ما تعرفهاش كيفاه يعني كاينه اشياء اللي نعرفها انا انت ما تعرفهاش كاينه اشياء بيبليك راك انت تعرفها بالشي اللي سمعته ولكن كاينه اشياء ما تعرفهاش داكور دونك تعرفوا هذا اكيد تعرفه شخصيا اكيد ما على باليش اذن الاخ سامي درك بعد ما عرفنا باللي غزالي راهو شارك الى حد ما مع هذه المجموعه نتاع الجنرالات في ترتيب لهذه المرحلة اللي جات يا هل ترى هو فيما يتعلق بالانتخابات التشريعية شارك هو أيضا للفوز نتاع الجبهة الإسلامية والانقلاب على الشاذلي فيما بعد يعني كانت هذيك هي كما يقولوا لامسون للانقلاب على الشاذلي إيه احنا تكلمنا عليها يعني وكانت واسمه ضباط المخابرات عليها طوالي نعم الصوت راهي نعم تفضل فكما قلت لك يعني كنا تكلمنا على البلان بوتيمكين هذاك تاع بالخير اللي كان الهدف تاعو اعاده رسم النظام تاع 88 فكانوا داروا يعني القاعده هذيك تاع 30% تاع بين ثلاث تيارات الديمقراطيين على راسهم لفافاس الاسلامويين على رأسهم الفيس والوطنيين على رأسهم لفلان في الانتخابات تاع 90 يعني واسمه الفيس خلط لهم جميع الأوراق يعني أخذ الأغلبية وما كانوش ينتظروا فيها يعني في حق الأمر من بعد يعني كما قال لك كاين مذكرة اللي يتكلم عليها ثاني نزار هي المذكرة اللي بعثها للشاذلي هي مكونة من ثلث أجزاء تقريبا وكاين جزء ما نشروش فمثلا ضباط المخابرات يقول لك بلي هذا المذكره يعني اللي تحولت فيما بعد الى ما يسمى بلان اكسيون زار هو اللي جاب الخراب يعني الجزائر فكان بين يعني الاهداف تاعو يعني هذه المذكره هي اولا في الجزء الاول هو فاهم علاش الفيس اخذ الاغلبيه في التسعينات وثانيا يقول كيفاش يعني قضيوا على الفيس من بين المقترحات اللي مدوها في هذاك الوقت هو استغلال يعني عدم النضج السياسي تاع المسؤولين تاع الفيس وبطبيعه الحال دعم التيار الراديكالي تاع الفيس يعني الناس اللي كانوا مستعدين لاخذ السلاح ولا كان يبان عليهم يعني واحد العنف الى اخره لازم يدعموهم ففي الفيس نجح في جوان 90 في اوت 90 يعني طلقوا صراح لي زونسيان تاع بويعلي ملياني شبوطي ولاكليك ومدوا لهم حتى السياره تاع المخابرات ومدوا لهم سلحهم وهذا بالاعترافات تاع سمراوي نفسه الجهاز تاعو هو اللي مد لهم السيارات هو اللي
مد لهم السلاح، هو اللي دار يعني لفقوا دي ديزيرسيون تاع لارمي تاع ضباط. اخ سامي، اخ سامي، اخ سامي، لا 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 اسمح لي اسمح لي معليش كمل برك فقط على جال باش نمد وجهه نظر واحده اخرى برك على جال باش درك. انا راني قريت الشهاده نتاع سمراوي حتى باش تسمى ما لازمش نقولوا احنا الشهاده نتاع سمراوي راها صح 100%. الشهاده نتاع سمراوي كاينه اعترافات اللي هو يعترف بها كون هو انه كان مع هذوك الطغمه، راه كان هو موجود معاهم، كاينه اعترافات نتاعو وكاينه شهادات من خلال هو انه راه كان مكلف بمهمه والله كان هو يقود مرحله معينه هكذا، كان يعرف ويشوف ويتلاقى مع ناس، كاينه اشياء شهادات، ولكن كاينه استنتاجات. استنتاجات هذيك ماهيش صحيحه 100%، قد تكون صحيحه وقد تكون غلطه. الاستنتاجات هذيك لازم ما لازمش ناخذوا عليها، يعني ناخذوها بعين الاعتبار. وشنو هي الاستنتاجات؟ استنتاجات كاينين الناس درك اللي راهو على باله بهم، هو قال بحكم هو انه كان قائد نتاع واحد راهو يخدم مع المخابرات، والله انك انت تستنتج قال انا تلاقيت مع فلان ولقيتهم هضروا معاه، ولكن انا راهي بان لي بلي هذا راهو من المخابرات، لانه قريت له انا الشهاده نتاعو في اكثر من مره يردد هذا الكلام، يستنتج بلي فلان راهو من المخابرات. هذا الكلام نحطوه بين قوسين حتى باش لا لا لا، هو ما يقولش بلي هاد الناس هادو كانوا يخدموا مع المخابرات، لا هو جامي قالها، قال لك بلي استخدموا، قال لك مثلا كنا مثلا نديروا دي ديزيرسيون تاع ضباط تاع الجيش كانوا كانوا يهربوا من الجيش وكانوا يلتحقوا بهم على اساس انهم يعني اسلامويين ومع مع الجهاد، في حين انهم كانوا يخدموا معنا. يقول هاد الناس هادو ما يقولكش كانوا يخدموا عندنا، لا لا ما قالكش. لا لا كاين كاين ناس، كاين ناس اللي لما يمد الاسماء نتاعهم يقول لك باللي فلان كان يخدم مع المخابرات، كاين الناس اللي يمد الاسماء نتاعهم رؤساء احزاب والله من هذو تاع الجماعات المسلحه. كاين حاجه ثانيه، كاين في الكتاب تاعو يمد يعني التفاصيل احسن. نعم يعني لما تسمع الشهاده هذيك تاع التلفزيونيه مثلا يقول لك جيا هما احنا ياك قالها. لا لا انا راني نحكي لك على الكتاب، مانيش نحكي لك على التلفزيون. ايه في الكتاب يعني مد تفاسير احسن. نعم. يقول لا، يقول ان في حقيقه الامر الجيا هي عباره عن انه مستحيل المخابرات. نعم. ما هي الجيا، نديروا له برنامج ديرو... يقول لك الان راهم يستخدموها بعض المناضلين تاع الفيس ولا الاسلامويين، يقول لك ها شوف قال. نعم. الجيا هي مخابرات، نديروا له برنامج. اخ سامي، اخ سامي ان شاء الله نديروا برنامج لهذا سمراوي وإلا كان يقدر. لا يعني لا لا لا، لا نديروا له برنامج الارهاب في هذاك الوقت. لا لا نديروا برنامج لسمراوي والمأساة، حتى هو ثاني يتحمل المسؤوليه نتاعو اذا كان يقدر هو باش يجي ويتكلم مع المواطنين ويفهمهم وماذا به على جال باش يجاوبنا على الاسئله يكون احسن، واذا ما يقدرش المهم احنا نديروا برنامج لا شك هو انه يكون يتابعنا. سامي إذن نبقاو في هذه النقطة المتعلقة بغزالي ومتعلقة بالانتخابات التشريعية والإقالة نتاع الشاذلي بن جديد. إيه أنا نوصل يعني كما قلت لك يعني بعد فوز الفيس بالانتخابات تماك بداو يحضروا له يعني لطومب ديالو يعني. نعم. فبعد ما فاز بالانتخابات هنا ولا لهم عدو، هنا كان لازم يعني يطيحوه يعني في حق الأمر، لكن شيء فشيء تسارع الأحداث أنا في نظري هو اللي خلاهم يعني أنهم يستخدموه يعني لو مانيبول يدفعوه العنف من أجل أنهم يأخذوا السلطة بطريقة مباشرة، فكانوا يديوا للسلطة شوية شوية. فمثلا نتكلم على غزالي، فتعيين غزالي هو أخذ الحكومة من طرف الشاذلي، في حين أن من قبل كان حمروش، ففي البداية يعني كما قال لك حمروش كان يخلق لهم مشاكل كثيرة، لأنه كان حاب يدير حقيقة يعني يغير الأشياء واسمه يعاود ينظم يعني القروض البنكية، يعاود ينظم يعني الجمارك إلى آخره، وكان يعني يمس لهم المصالح تاعهم، فقروا أنهم ينحيوه يعني واستخدموا الفيس كورقة يعني. لكن للأسف الفيس في هذاك الوقت ما فهموش النظام،
ما فهموش النظام، كانوا يظنوا ان العدو تاعهم هو حمروش والشاذلي، في حين ان حمروش والشاذلي هما اللي خلاوهم يتكلموا اصلا. فلما ضربوا فمثلا حمروش في الجزيره على ما اظن، طرحوا عليه سؤال قالوا له علاش ما تكلمتش بعد ما قدمت استقالتك؟ واش قال لهم؟ قال لهم درك يعرفوا واش نسوى. قال لك لما الاسلام كانوا يطلبوا مني، لما الفيس طلب مني اني يعني نستقيل، ها هو راني استقلت وخليتهم يعني راس راس مع الـ مع الـ مع نزار ورباع، لان رايحين يشوفوا انايا واش نسوى يعني. فحمروش لما استقال راح بالغصه هذيك في قلبه يعني، راح بالعرقه يعني، ما كانش حاب يستقيل. حمروش كان حاب يولي رئيس، كان بين كان حاب يبقى وكان حاب يولي رئيس، وكان حاب يعني يدير تحالف مع الفيس، لكن الفيس يعني بالجهل تاعهم في هذاك الوقت طلبوا انهم يطيحوا حمروش. لما طاح حمروش داروا حفله، قالك هاو طيحنا رئاس الحكومه. بعد زادوا طالبوا ثاني برحيل الشاذلي، مسمار جحا لازم يتنحى وجمع الشعارات لهذاك الوقت، لكن للاسف يعني بالجهل تاعهم هو اللي وصل وين وصلوا يعني. فلو كانوا اذكياء ولو كانوا يعرفوا يعني النظام بالحقيقه كانوا يديروا تحالف، ما كانوش واسمه يطالبوا باسقاط حمروش وذهب الشاذلي. هذا ما كان، هذا واش حبيت. نعم، شكرا الأخ سامي من كندا. الأخ فؤاد فيما يتعلق بالإقالة نتاع الشاذلي، يعني ترى من خلال درك الشهادات هذه اللي راها الآن تظهر من سواء من نزار ولا من طرف شخصيات واحدة أخرى سياسية ولا عسكرية، يعني ترى فيه معلومات جديدة ظهرت بخصوص الإقالة نتاع الشاذلي بن جديد، والله بالنسبه لك انت امر مفروغ منه يعني، ما كان حتى حاجه جديده. انا في رايي سيدي ما كانش حاجه جديده. نعم. بالنسبه للاستقاله تاع الشاذلي بن جديد. نعم. حبيت نولي على النقطه اللي تبع الحوار بينك وبين سامي. نعم. نقطه سامي كان وقت وعلي. نعم. حبيت نزيد نقطة بالنسبة نقولها بالكفرية الاستعمال ولا المانيبيلاسيون. نعم. اللي بدأت في 83. بدأت في 83 وظهرت في واحد العملية اللي دارتها الشرطة من جهة بليدة في واحد الفيرما باش يحكموا لا كونت جروب تاع بوعلي، و الجروب تاع الشرطة اللي داروا لومبوسكاد بوعلي كان في راسهم واحد كابيتان تاع لابوليس اسمه نور الدين بلجهم، هو اللي كان على راس السيكسيون اللي دارت لومبوسكاد. ونرضي مع اللجهم في هذه الليلة في العملية قتلوه من الأول رصاصة، هو اللي كان الأول في الجروب تاعه، هو اللي كان مقدم الفيلم، كان غير الجروب تاعه من الأول تاع الشرطة وقتلوه اللي كانوا معاه. وتهرب بالله سويت تهرب في الجروب تاع الشرطة كانوا الزوج من تلايسان معهم شرطة. لأنه هو اللي كان يدير فونكات، السيد كان زوج مع واحدة كبرية وعنده زوج بنات، ومرتو جامي قدرت تعرف الريزولتا تاع الأوتوبسي، جامي قدرت تشوف الكور تاعو كي مات من عليا. نعم. لأن كانت باينة بلي من الأولى، هذه باش نقول بلي المانيبيلاسيون تاعت بيان افون من قبل. و كي الحوار تاعك سامي جاب لي سؤال بالنسبة للفيس، سؤال نطرحو ما عندي جواب، لعل الفيس صح جا من الشعب، جا من السياسيين بعد بالحاج مع عباس مدني وقريب، ولا الفيس تخلق عمديين
هلو هلو. نعم نعم، هذا السؤال تاعك. هذا السؤال تاعي، لان احنا نهضروا على الفيس كي راه جاي من الشعب، جاي كما يقول لك موفمون جديد. تسمى انت راك شاك في النشأة تاع الفيس. نعم، يعني راك تسمى من خلال الكلام تاعك هو انك توحي من انه الحزب المخابرات هي اللي دارته. اللي قلت هي. ها؟ نعم. نعم، هذا المهم، هذا ان شاء الله نزيدو نعاودو نناقشوه ربما في قدر نجاوب نور الدين. نعم تفضل الاخ سام. انا ما نظنش بلي المخابرات اللي دارته، بصح راني متاكد ان المخابرات سهلت له الطريق، وهذا من اجل ايقاف يعني الديمقراطيين هذه في البدايه قبل ما يتحول يعني الى عدو يعني. فمن الشهادات، من استحواذ على المساجد، على المصليات، على بطريقه يعني سهله، انا متاكد انهم سهلوا له الطريق. سيتي لا مانيبيولاسيون، هما تاع الناس تاع الكواليس وقاعدين يعني يمشيوا الاشياء. لكن كما قال لك سي دي زابرونتي سورسي، البومبا طرطقت على وجوههم كما صرات في 88 الشراره جات من رئيس الجمهوريه، من بعد تخلطت، من بعد الاحداث جوزاتهم. انا نظن بلي نفس الشيء مع الفيس ما كانوش يظنوا بلي انه راح يجتاح يعني ياخذ الاغلبيه يعني في التسعينات، لكن انا متاكد بلي سهلوا له يعني المهمه فهذا في البدايه. نعم، هذا هو الموقف تاعي يعني فيما يخص الفيس، لكن ما نظنش ان العباسي مدني وعلي بالحاج كانوا مخابرات. لا، هو شوف نقول لك، هي الاخ سامي وكل الاخوه، هي اللي شوف المساله هذه نتاع الاختراق موجوده في الحزب، وقضية نتاع المانيبيلاسيون موجوده. اختراق نتاع الحزب هو موجود من التاسيس نتاعو لتحت، وقضية نتاع المانيبيلاسيون كيف دونك انت المانيبيلاسيون، كاينين الناس اللي ربما ما يعرفوش هذه المساله هذه. مانيبيلاسيون واش هي؟ هو انه واحد تكون عنده علاقه بجهات، قال مثلا واحد صاحبه ضابط، ولا واحد من العائله نتاعو ضابط، ولا واحد تعرف على ضابط عرفوا به واحد. والله المانيبيلاسيون وش هو انه انت لما تلتقي به هذاك الضابط، هذاك هو يبروبوزي لك اشياء بحكم الصداقه نتاعو، بحكم المعرفه نتاعو يبروبوزي لك اشياء، هو راهو يدفع فيك على جال باش انت تطبقها. ماشي قال مانيبيلاسيون ربما يفهموها الناس هكذا، هو انه قال يعطيو لهم اوامر ويديروها ولا نو، مش هكذاك. دوك انت مرات واحد يسهلوا له حاجة، يتكلم قال مثلا في قضية معينة، أو قال مثلا يبعثوه للحصة في تلفزيون، يختاروا له موضوع معين. مانيبيلاسيون مازالها إلى اليوم، راها مازالها موجودة. كاين الناس اللي راهم يقوموا بمهمة، كاين اللي راهو هو مقتنع بحاجة يقوم بها، هو راهو هذيك الحاجة اللي يقوم بها تخدم هذاك الجهاز نتاع المخابرات بدون ما يطلبوا منه، هو راهو يقدم في الخدمات الجليلة. وكاين اللي هو يمانيبيليوه عن طريق ناس قراب ليه، عن طريق المرأة نتاعو، عن طريق صاحبه، عن طريق خوه، عن طريق عمه، عن طريق جداه، يشوفوا له الشخص اللي يثيق فيه هو يمانيبيليوه عن طريقه. كاين يقدر يكون واحد عامل تاعهم والله ويمانيبيليوه. هذه هي المانيبيلاسيون، كقدرة تحدث بأشياء يعني كثيرة مادية، ولا الاستدراج كما استدرجوا الفيس الإضراب تاع 91. نعم، المهم أخ سامي برك خلينا، هذا مؤكد يعني. أخ سامي قالوا العباس مدني إذا كان صارت مواجهة بينك وبين الشاذلي حنا راح نبقاو في الحياة. نعم، خذوا ضمانات مسبقة. نعم، المهم الاخ سامي خلينا ان شاء الله نتقدموا شويه الحوار. الاخ مولود كان بودي هو انه تشارك معنا في هذا البرنامج، ربما ماكش ما باش تفيدنا بمعلومات، ربما ماكش ما عندك بعض المعلومات، للاسف الشديد هو انه خرجت، مانيش عارف ربما راك مشغول والله عندك امر. المهم في بامكانك هو انه تعاود تشارك معنا، تتصل بنا وتقدر تدير رجواندر لكونفيرونس فقط، وكشمت تضيف لنا بعض المعلومات فيما يتعلق بالحوار تاعنا اليوم حول رئيس الحكومة الأسبق أحمد غزالي والمأساة. إذن الأخ سامي على جل باش نتقدمه، الشيء اللي الآن أنا راني نشوف فيه الآن هو التأكيدات بالنسبة لي أنا،
الشيء اللي كنا نسمعه فيه، كنا نسمعه باللي في التسعينات مش الآن، كنا نسمعه من أنه فيه قيادة تابعة لل هذا ما يسمى بالضباط تاع فرنسا، التقاو وداروا وداروا وقروا وداروا وداروا. الشيء اللي الآن درك رانا نسمعه فيه قال مثلا من خلال شهادة تاع نزار، هو الأقوال أكدها فقط، ما كانش حاجة جديدة. أنا بالنسبة لي الأشياء اللي كنا نسمعوها في التسعينات الآن أكدت من خلال بعض الشهادات، وكاينة أشياء اللي قلناها مثلا على هنا على إذاعة وطني من خلال الحوارات المختلفة، من خلال الشهادات المختلفة، سيما شهادة نتاع واسمه نتاع الأخ شوشان، وكاين حوارات أخرى درناها من بينها الحوارات اللي قال مثلا الحوار اللي درته معها واسمه حسين المدعو هارون إلى غير ذلك. كاين أشياء اللي راها أكدت، معلومات جاو ناس درك أكدوها فيما يتعلق بالإقالة نتاع شادلي بن جديد. أنا بالنسبة لي ما كانش حاجة جديدة لحد الآن، الشيء اللي كنا نسمعه فيه الآن راهو يتأكد، يعني اللي كان عنده شك راهو الآن يروح له. الآن الأخ سامي نمشيو للقضية نتاع الاستقالة نتاع غزالي. علاش الشيء غزالي ما استقالش لو كان هو راهو عينه الشاذلي؟ هذا راهو دليل يثبت باللي غزالي تم تعيينه من طرف العصابة هذه. علاش غزالي ما استقالش بعد الإقالة نتاع شاذلي بن جديد؟ نورمالمون كان يروح مع الشاذلي، لكن هو كيفاش يقولوا شارك يعني هذا العصابة، فضباط المخابرات يعني قال لك انه حتى شارك في الاسم تاع تاع واسمه تاع بودياف. فمثلا هو ينسبوا له يعني العبارة الشهيرة حول الإبراهيمي، لما واحد يعني يقترح اسم تاع الإبراهيمي قالوا له، قالوا هذا ستاني مامون كرافات، هو اللي قال هذا، قالوا الإبراهيمي هذا إمام بكرافطة يعني هذا إسلاموي، ما نقدروش يعني نديروه في بلاصة تاع الشاذلي. فهو حقا شارك يعني مع هذه المجموعة، كان طرف المدني فيما يخص ما هوش انقلاب يعني، تقريب هو دفع الشاذلي إلى أنا ما نحبش نسميه انقلاب يعني في حق الله، هو تقريب دفع الشاذلي إلى اللي كان مستقيل يعني، كان في حالة نفسية سيئة، ضف إلى ذلك استخدموا له يعني الوضع السيء يعني الوضع الأمني وفوز الفيس في الانتخابات باش يدفعوه يعني أنه يأخذ الحبيبة تاعو ويروح، وما بقالوش يعني في حقة الأمر، يعني الجيش كان في يديهم، الحكومة كانت في يديهم، وبالتالي دفعوه الاستقالة والذهاب يعني هذا ما كان. نعم. شكرا للأخ سامي. أخ فؤاد نفس السؤال، علاش في بالك أنت غزالي ما استقرش؟ سي سامي ما حدش يقول كلمة انقلاب، أنا نقول هذه أخر جبيت حصيرة. غالي كان مع الجيش باش يجدوا الحصيرة للشاذلي. بالنسبة لهذه ما ينجمش يتبعوا، لأن كان هو بعد بريباراتيرا مع الجيش، مع قيادة الجيش. يعني هم غزالي كان متواطئ مع هذا الجماعة اللي نحاو الشاذلي، كان معاهم وبالتالي أوتوماتيكين ما يديرش الاستقالة. أيوة. نعم. في بالك الأخ فؤاد فيما يتعلق الآن ذكرنا شفنا باللي تم التحذير للانتخابات التشريعية واللي فازت بها الجبهة الإسلامية، وكانت هذيك هي الأرضية اللي خلات هذا القيادة بعد الإقالة الاستقالة نتاع حكومة حمروش وجابوهما غزالي حذرهما الانتخابات التشريعية اللي كانت هي المنعرج، وكانت هي الطريق لإحالة الشاذلي بشكل رسمي. فيما بعد رانا شفنا ذوك باللي هو واحد من الناس اللي هما هيئوا الظروف لقدوم محمد بوضياف، رانا شفنا فيما بعد باللي بوضياف اغتالوه. هل ترى غزالي هو مشارك معهم ايضا في الجريمه هذه نتاع المقتل تاع بوضياف؟ في هذه ما نظنش. ها؟ ما نظنش
يعني الأسباب هذه. غزالي كما يقول بالقوية اللي تريز أطاشي لأوروب، نعم قريب قريب بزاف لأوروبا وفرنسا. غزالي كما كان يقول سي سامي تبع قرايته في مدرسة فرنساوية هنا في فرنسا، كان امباسادور، وعلى بالو على بالو بلي الأهمية الكبيرة هي الصورة اللي تمدها الجزائر أوروبا. نعم. على بالو بلي ما نقدروش نديروا حاجة كبيرة حتى تكون عندنا البترول والغاز إذا أوروبا ما تشاركش معنا. نعم. موت عبوديات في الظروف اللي صارت ماهيش في النظرة تاع غزالي. ما نظنش يكون هو كان راضي بلمانيا اللي صارت اللي ندارت. سيد سياسي بوسيان بوليتيك، نعم، تبع الجيش لأن الجيش هو اللي عنده القوة وعنده القرار، ولكن ماهوش راضي مع لي ميثود هذه. يعني يقدر يكون هو متورط ضد الإسلاميين، ولكن لما يتعلق الأمر ببوضياف خاطي مش هو. أنا هذا ورأيي. نعم. غزالي على بالو بلي كما يقول لك رمز تاريخي عنده همية للسيمبول. نعم. وبوضياف كان سيمبول. نعم. وما تنجم دير سياسة في بلاد كما الجزائر ولا بلاد أخرى. نعم. غير لك تعرف تحافظ وتستعمل بلي سيمبول. نعم، ولكن كاين أسئلة منهجية الأخ فؤاد تطرح روحها، مش أنا اللي نطرحها، تطرح روحها أسئلة منهجية. درك انت هو راهو رئيس حكومة، تتفق معايا؟ رئيس حكومة كان ينتمي اللوبي من خلال الكلام نتاعك انت. اللوبي هذا هو اللي جابه، اللوبي هذا هو اللي دار الانقلاب للشاذلي، اللوبي هذا هو اللي حضر الانتخابات التشريعية من خلال كلامك. درك هو راهو هو الرئيس الحكومة لما جابوا بوضياف، سؤال منهجي اللي يطرح روحه. درك هو عنده احتمالين، قدر يكون الاغتيال نتاعو سياسي، وقدر يكون الاغتيال نتاعو بسبب الاهمال. احنا درك رانا شفنا من خلال الشهادات المختلفه، سيما الشهاده نتاع بنو واسمه ناصر بوضياف، ومن خلال حتى اللجنه هذيك اللي كان يقودها واحد من القيادات نتاع الثورة، هذاك بوشعيب هذاك. هو انه وحتى انه سمعنا احنا رانا عشنا تلك المرحلة في الجزائر. يعني ربما كاين واحد من اللي جينيراسيون هذو الجدد هذو يقول لك هاك تهضر على نتاع على قناة الشروق وقناة ما على باليش انا الخرشف وقناة كذا. احنا رانا عشنا المرحلة هذيك، عشناها، كنا نعرفوا باللي في المرحلة هذيك صرا اهمال. يعني لما ضربوه في عنابة سمعناها في تلك المرحلة في الوقت هذاك باللي هما راهم قاعدوا يدوروا به في عنابة، ما دوهش حتى الوسمو للمستشفى. وحتى انه سمعنا كلام فيما بعد من انه حتى في عين النعجة، يعني كان فيه اهمال. بالتالي هو راهو رئيس حكومة يتحمل المسؤولية. يعني اذا كان اغتيال سياسي راهم الناس اللي جابوه هذو اللي هو واحد معاهم، بمعنى راه متورط. واذا كان راهو اغتيال نتيجة نتاع الاهمال راهو يتحمل المسؤولية. في كلتا الحالتين هو يتحمل المسؤولية. يعني درك احنا الان راها شهادات، كاين اشياء اللي قلناها وكاين اشياء اللي راها ربما راها تجي. كاين شهادات وان انه اللي كان مكلف بالامن نتاعو تلقى تعليمات من طرف اسماعيل العماري باللي راهو فلان هذا بو معرفي لازم تدخلوه. قال له باللي هذا راهو مش من الكور تاعنا، قال له اسكت زم فمك ودخلوه. بمعنى كاين، ومن بعد هذا بو معرفي هو اللي حصلوا فيه باللي هو اللي راهو قتلو. يعني اغتيال في كلتا الحالتين، يعني باللي راهو غزالي هو رئيس حكومه يتحملوا. علاش ما يتحملوش؟ مانيش متاكد. نعم. نظن بلي اغتيال بوضياف يساعد يتجاوزوا. يعني حبيت تقول لي ما يخدمش، يعني ما يخدمش كيف يقول لك
ما كانش انانيميتي، ما كانش سي با ان جروب اللي يجتمع وياخذ قرار ويمشيو كل طريق وحده. نعم. هذا القرار يجي من عند زوج ولا ثلاثه في الكونترول والاخرين يتبعوا والاخرين ما على بالهمش، لان الثقه ما كانش حتى في وسط اللوبي ما كانش. غزالي الموت تاع بوضياف بوليتيكمون تساعدو، لان غير على الشيء اللي يديروا مع اللوبي شادلي كون بوضياف قعد كانت الامور بوليتيك تاع بوضياف. وكيف تفسر لنا الاخ فؤاد، يعني مهم كاينه مفارقه تطرح روحها، يعني ثاني هو انه سمعنا في بعض الشهادات من انه قياده نتاع الفيس، سمعنا من خلال بعض الشهادات هو انه القياده نتاع الفيس كانوا حتى راهين يقترحوا هذا غزالي باش يكون هو الرئيس، يعني إيه؟ الى هذه الدرجه هذه؟ ايه هذه اللي سمعتها صح. الوقت هذاك في الجيش سمعت. نعم. وش رأيك الأخ سامي فيما يتعلق بالنقطة هذه؟ الميكروفون الأخ فؤاد تاع بوضياف. فيما يخص القتل تاع بوضياف، ما نظنش بلي غزالي خذ القرار ولا شاركوا في القرار، يعني كان هذا الإنسان عبارة عن عروسة قراقوز يعني من البداية، يعني ما نظنش بلي قرار هام لهذه الدرجة يعني راح يستشيروه فيه، يعني ما كانش ملي ديسيدور في هذاك الوقت، كان الصغار المنفذين هذا ما كان. يعني واش فهمت من خلال الكلام تاعك وخلال الكلام تاع الاخ فؤاد، بمعنى انه غزالي كان لشرعنه بعض الاشياء اللي قاموا بها العسكريين. حتى الان والان سلال هو اللي ياخذ القرارات. واش سلال اللي ياخذ القرارات؟ هو قال لك بن حديد، قال لك سعيد بوتفليقه هو مستشار، قال لك يرفد التليفون ديالو ويعيط لسلال ويقول له امر طبق، قالوا حتى ما يقولوش اصلا بوتفليقه الرئيس، قالوا هو اصلا يمد له قرارات، يعني هذا وزير اول. نعم. هذا ثاني شخصيه بعد الرئيس، يعني شوف كيفاش راهم يسيروا، يعني الدوله جنرال ولا رب المقله كما يقولوا يعيط له ويقول له امر طبق، ما تحوش قاعد فهم. ما نظنش انا غزالي كان خذ قرار بقتل بوضياف لانه ما دخلوا، يعني نعم. أما لا يتحمل المسؤولية فيتحمل المسؤولية بطبيعة الحال، خاصة بالسكوت، يعني لأنه كان مسؤول على وزير العدل في هذاك الوقت. نعم. خاصة بالسكوت بطريقة غير مباشرة، نعم يتحمل المسؤولية. كاين حاجة ثانية، يعني راني نبحث على وقت زاد الإنسان زاد في 37، لكن ما شاركش في ثورة تاع التحرير، كان يدرس كان في فرنسا يعني. نعم. فما ملبش حتى نداء الافلام بترك المدارس في 56 والالتحاق بالجيش، فهو كمل ولا انجينير من بعد، ولا جاي يخدم يعني في الجزائر، وكانوا كوبيرون يعني، ولا علاقه به يعني بالثوره ولا بالناس كانت تموت ما بالم الى اخره. هو كان يدرس في باريس يعني نورمال، كان طالب عادي، وفيما بعد دخل يعني كمدير تاع سوناتراك. ملاحظة ثانية اللي نديرها عليها الإنسان. نعم. فيه معطى واسمه واحد آخر، المهم هذه من خلال الاعترافات نتاعو، هو لما ترشح في 99، بطبيعة الحال احنا نعرفه باللي أحمد غزالي ما عندوش شعبية، هذه احنا رانا جزائريين وعايشين في الأرياف وعايشين في المدن، ونعرفوا ناس من خلال الصداقات ومن خلال الزمالات كذا، نعرفوا باللي غزالي شعبية ما عندوش، وكنا متأكدين من أنه في السنة 99 ما يقدرش يلم التوقيعات، لكن فيه راهو اعترافات يقول باللي طلبوا منه على جلب باش ينسحب. هذا دليل واحد آخر على جلب اللي القيادة نتاع الجيش هو لما استجاب لهم قالوا له انت انسحب، وربما راهو يجي الدور نتاعك في وقت لاحق، ربما راهم هما ينتظروا على جل باش يزيد يلعب دور في مرحله معينه واحده اخرى. والله ما نذكر، هو ما قدرش يجمع التوقيعات في هذاك الوقت مع بلعيد عبد السلام. نعم. مانيش متذكر، ولا ربما تذكرني يعني في ما يخص ما لمش التوقيعات ما قدرش يلم يعني، ودار حزبه ورفضوا له الحزب تاعو يعني.
ما لمش التوقيعات مثله مثل واسمه احمد بن بيتور فيما بعد، ومن بعد بطبيعة الحال هما يبعثوه من بعد، قال بعد واسمه لما يشوفوه نعم الفرون ديمقراطيك ما قبلوهلوش، الفرون ما قبلوش ديمقراطيك ما قبلوهلوش على جال باش يغطيو على واسمه، لانه هما رفضوا ثاني ايضا احمد طالب الابراهيمي على جال باش يغطيو، قال باللي احنا تما كان يعني يقوم بمهمه، قال حتى احنا ثاني هاو احمد طالب ثاني رانا ثاني رفضنا له، دونك تما رانا ديمقراطيين وشغل ما يخليوهش ينشط، كل واحد يشوفوه يعني حر، خاصه بعد التسعينيات. نعم. ما كانوش يقبلوا اصلا الاحزاب الا مؤخرا يعني في 2011 ولا وين فتحوا احزاب واحده اخرى. نعم. انا نتذكر كانوا داروا قانون باش تقريب انك تخلق حزب جديد تقريب يولي مستحيل يعني. نعم. فهذا شيء طبيعي انه ما يقبلوش الطالب الابراهيمي ولا ما يقبلوش الغزالي يعني. نعم. الاخ سامي الان درك السؤال اللي يطرح روحه، هل ترى احمد غزالي يتحمل مسؤوليه في محل بالجزائر؟ هذا بالطبيعه يعني، هو قال جمله يعني والله غير شابه يعني، تعرف واش قال؟ قال كنا حركه تاع النظام. نعم. قال كنا حركه تاع النظام. هذا واش يطبق عليهم هذا الناس؟ حركة عبارة عن مرتزقة تاع النظام، مدلوا المال كما راه صار يضرب مع الموظفين مع الوزراء مع مع شوفوا يحيى مثلا. نعم. ويحيى قدر يقول شيء ويقول المناقض ديالو الغض من ذاك. نعم. في واحد الوقت يعني كان واحد 3 شهور ولا 4 شهور ماشي عندهاش بزاف، دار خطاب في الارندي نهار ما مدولوش، ما شفتش انا حكومة ولا ما مدلوش، دار خطاب ناري ضد الحكومة. نعم. وقال بلي أنا الوضعية راهي كارثية، وأن إذا كملت هكذا الدولة ما راحش تخلص حتى الموظفين تاعها، وقال أنا راهم يكذبوا عليكم وراهم يخبيوا عليكم الحقائق. الآن ولا متكلم رسمي بالنسبة على باليش واش قالوا له نمدولك ولا ما على باليش، دار العكس، كان راح يقول الحكومه هي احسن حكومه، بوتفليقه هو احسن رئيس. هذو هما الناس، هذو هما يعني ما عندهمش مبادئ، ما عندهمش مبادئ يعني، تخلصوا يقول يدير واش يحب، مرتزق راه يرتزق هو اصلا. يلخص يعني يقول لك كنا حركه تاع النظام، هذه هي كان حركه تاع النظام لا اكثر ولا اقل يعني. هاد الناس هذو خانوا بلادهم من اجل مناصب، من اجل واسمه امكانيات، من اجل الماده، خانوا بلادهم، ما عندهم اي حس وطني هذ الناس هذو. وهذه كارثه، وهذا هو السبب تاع الجزائر الان، ناس من هذا النوع يعني اللي راهم يعني في جميع المناصب تاع الدوله. دونك هي الكارثه ان الناس مثل هذو راهم ثاني في المعارضه، وهذا هو المشكل تاع الجزائر الان. دونك يتحمل المسؤوليه نتاعه هو في فيما يتعلق بالمأساه بطبيعة الحال، يتحمل المسؤوليه. نعم. هو اللي مشى في الطريق تاع الجنرالات، وشوف وين وصلوا البلاد الان. نعم. شكرا اخي سامي. الاخ فؤاد، ومن بعد نجيو للكلمه الاخيره. الاخ فؤاد، يا هل ترى فيما يتعلق بالمأساة غزالي يتحمل المسؤوليه نتاعو؟ ياخذها حتى بالنسبه للمضيف ياخذها. نعم. لان كما كل سياسي في الجزائر قدم الميكروفون للأخ فؤاد. نعم. قلت لك كان كي مسؤول في الجزائر كان مفروض على الأقل يدفع على كوميسيون دونكيت باش نعرفو شكون هو المضيف. نعم. بالنسبة للشيء اللي صار عنده مسؤولية كبيرة. بالنسبة للقانون، وربما سي سمير خير مني في الميدان، بالنسبة للقانون مش نجم راه الصوت نتاعك الاخ فؤاد ما راهوش واضح مليح. نعم. اصبر لي. نعم. المهم في انتظار هو انه يرقلي المشكل نتاعو الاخ فؤاد. المهم نذكروا كل الاخوه والاخوات اللي ربما هذا والتحقوا بينا، كاين هناك عامل نتاع الوقت بيننا وبين بعض الدول سيما امريكا كندا الى غير ذلك. الموضوع تاعنا اليوم هو حول رئيس الحكومه الاسبق احمد غزالي والمأساة.
نحن نقترب من إنهاء هذا البرنامج. إذن رانا في تقريب نهاية البرنامج. تفضل الأخ فؤاد. نعم تفضل. أنا عندي مسؤولية كبيرة بالنسبة للمسؤولية اللي كانت عنده هو الحكومة. بالنسبة للقانون حتى النهار يكون قدام تريبيونال ويقول له راك مسؤول وش نجم نحكم عليه؟ اللي هو خذا قرارات يقول لك ظروف حتى تعدية. يقول لك القرار ما خديتوش وحدي حتى وانا مضيت عليه. ولكن كما يقول مورالمون بالنسبة للجزائر عنده مسؤولية كبيرة. نعم. هذا هو رأيي. نعم الأخ فؤاد، وش هي الرسالة اللي توجهها له؟ راه ربما يسمع فينا واحد من الناس اللي يخدموا معه راه يلحقها له، وش هي الرسالة اللي توجهها له؟ أنا الرسالة نقول شوف مازال عندك وقت، ما تغلطش كما غلطوا قريب، مازال عندك وقت باش تلعب دور باش ربما تكوريجي. نعم. مش متحركش ولا ما تحركش بينك وبين ولادك، مازال عنده وقت، مازال عنده سوسي، خلي يقول غلطي تعالوا غير يبروفيتي من هذا السوسي هذا ويعمل الشيء اللي مازال قادر يعدلو حتى ويقول الحقيقة. نعم. احنا محتاجين الحقيقة. نعم. الحقيقة تعاوننا باش نشوفوا المستقبل تاع الأجيال تاعهم جيد. الماضي هو الماضي. نعم. ولكن وكان حقيقة محتاجينها. نعم. مسؤولية كبيرة عندهم يكون يخفي لنا الحقيقة. نعم. شكرا أخي فؤاد. تفضل الأخ سامي باش نختموا البرنامج، وش هي الرسالة اللي تقدمها الغزالي؟ أنا كما جميع المسؤولين الجزائريين أنا نتمنى حاجة واحدة برك، كنا تكلمنا على توفيق وعلى هو أنه يكتب المذكرات دياله. نعم. وأنه يكتب المذكرات دياله، لأن الآن المسؤولين راهم يموتوا، فما احنا ما عندناش هذا التقليد هذا تاع كتابة المذكرات، فراح يموت وراح يدي حقائق معاه، فهناك حقائق كثيرة حتى لو كان يعني احنا مذكرات لما يكون الإنسان يعني مذنب عادة ما يقولكش كنت مذنب ولا يغير لك الحقيقة ولا يعني ما تلقاش الحقيقة 100%، لكن تلقى الحقيقة تقريب 70% والباقي لازم تقرأ ما بين السطور. نعم. لأن هذا الأحداث التاريخية جد مهمة، مهمة ماشي برك ليه حتى الأجيال اللي راهي جاية. نعم. فمثلا الزار لما كتب المذكرة تاعو يعني أنا في بالنسبة لي طرحت لي أشياء كثيرة ما كنتش نعرفها، تكلم على أشياء كثيرة حتى واحد ما كان يعرفها من لقاءات من المشاكل اللي كانت في هذاك الوقت من الحسابات إلى آخره. نعم. فلو يكتب يعني راح يوضح يعني أشياء كثيرة، وأنا متأكد أنه كان أشياء ما يعرفها غير هو وعنده مسؤولية أنه يكتب يعني هذه المذكرات. هذا ما كان هذا واش حبيت نقول. نعم. والباقي هو بينه وبين مولاه. نعم شكرا أخي سامي. إذن الإخوة والأخوات كان هذا هو البرنامج تاعنا اليوم حول رئيس الحكومة الأسبق أحمد غزالي والمأساة. في نهاية هذا البرنامج أن الرسالة اللي نوجهها لك كمواطن جزائري، عندي حق عليك مواطن جزائري، أنا واحد من الناس اللي راني درك الآن لاجئ في فرنسا ومعي الآلاف بل مئات الآلاف من الجزائريين بالإضافة إلى الحراقة بالإضافة إلى الكوادر اللي راهم موجودة في الخارج. كثير من الناس اللي راهم موجودين في الخارج عندهم سنوات ما شافوش العائلات نتاعهم، ما شافوش الأقارب نتاعهم، فيهم الإنسان اللي راهو عنده أمراض مستعصية، فيهم الإنسان اللي راهو فقد الكثير من العائلات نتاعو وما شافهمش، إلى غير ذلك من المسائل المرتبطة بالمأساة. وهذا كله نتيجة القرارات التي اتخذت في التسعينات. أنت كنت رئيس حكومة تتحمل المسؤولية نتاعك الأخلاقية، تتحمل المسؤولية نتاعك على كثير من الجرائم اللي وقعوا في الجزائر لأنك كنت مسؤول. شي اللي حدث في
الفطرة اللي قضيت فيها انت الحكم. تم حكمتش 40 سنة ولا 50 سنة في الرئاسة انت الحكومة، حكمت عام، ولكن في العام هذاك اغتيل محمد بوضياف، في العام هذاك اعتقل الكثير، المئات والالاف من الجزائريين، وتم رميهم في الصحراء في الفترة هذيك. راه منهم الان اللي راه مازال حكموا الكونسير، الان في 2016 راه مريض بالكونسير نتيجة نتاع الاشعاعات النووية هذيك في رقان وفي واد الناموس. كثير من الجزائريين والجزائريات الذين سجنوا، كاين الناس اللي حتى تم الاغتصاب نتاعهم في الفترة هذيك نتاع اللي كنت انت فيها رئيس حكومة. كثير من الناس اللي تم الطرد نتاعهم من العمل، كثير من الناس اللي داروا لهم المحاكم هذيك ولفقوا لهم تهم وحكموا عليهم هكذاك، كثير من الناس الذين اعدموا، كثير من الناس اللي تعذبوا، كثير من الناس اللي ضروا من هذيك المأساة. بالتالي انت راك مسؤول مثلك مثل الكثير من الناس اللي عندهم ارتباط وثيق بهذه المأساة. درك الشيء اللي تقدر انت تساهم به كما كان يقول الاخ فؤاد وانا نأيده 4000 ساعة، هو انك انت تساهم من اجل انقاذ الاجيال اللاحقة، مش الان، تساهم من خلال الكلام اللي كان يقول فيه درك الاخ سامي، من اجل تنوير الرأي العام بشهادة نتاعك. شهادة نتاعك هو انك تقول الحقيقة غير منقوصة، ما تبقاوش تبلعطوا فينا دوك. هو انا دوك الان رانا صرنا نسمع ناس، واحد كان في الجبل تقول انت كان يبيع في الكوكاو 10 سنين وهو في الجبل ما قتل حتى واحد، 10 سنين وهو في الجبل ما كلمش قرطاس، كان كما يقولوا ياكل في التلمة. بركاونا متبلعيط، لازم تقال الحقيقة من اجل انقاذ الاجيال اللاحقة، لانه هاد الناس اللي ما عرفوش الحقيقة، ما عرفوش نتيجة وش صرا، فيما بعد قادرة تكرر هذا المأساة، تكرر في أي لحظة. لو كان الآن راه فيه عمل منهجي، عمل مدروس من أجل توعية نتاع الناس هذو، فيما بعد نقدروا نوصلوا الواحد الستاتيو هكذا، وين أنه تساهم الناس تدير ميثاق، يكون فيه مؤتمر، يكون فيه ميثاق من أجل على جل باش الناس تساهم في حل الأزمة هذه، وعلى جل باش نرسموا معالم لإنقاذ الأجيال اللي راها لاحقة درك الآن. إذا كان الناس هذو ما عرفوش المأساة، فيما بعد قادرة تتكرر. لازم الناس تعرف حقيقة ما جرى في الثورة وما جرى أثناء هذه المأساة. بالتالي أنت عندك مسؤولية، عندك مسؤولية نتاع الدماء، وعندك مسؤولية الآن من أجل تنوير الرأي العام كما كان يقول الأخ فؤاد وأنا نأيده. قادر انت تساهم من تقليل انت هذيك المسؤولية انتك من خلال الاعتراف بالحقيقة، لانك الان انت وجهت لك بعض الاسئلة وراه قالها ولد بوضياف في تسجيل من التسجيلات المنشورة على الانترنت، واللي كنا درنا معه حوار على الاذاعة انت وطني، وان انه وجه لك بعض الاشياء فيما يتعلق بالاغتيال انت بوضياف، ولكن انت تهربت منها، بالتالي تتحمل المسؤولية. درك إذا كان راك خايف من هذا العصابة، ودوك في شرك راح تدير قدام ربي، والملايين من الجزائريين والجزائريات غدوة يقفلك، هذا واحد طاير راسه، واحد طاير عينه، وواحد طايرين رجليه، وواحد كيفاش راح تدير انت مع العائلة تاع المفقودين غدوة قدام ربي؟ كيفاش راح تدير انت مع هذا الناس اللي راهم درك مرضى، من هذا الناس اللي هما تضروا من هذيك الإشعاعات النووية في الصحراء وفي كذا؟ كيفاش راح تدير؟ غدوة يوقف لك بوضياف عند قبر، كيفاش راح تدير؟ لازمك تتحمل المسؤولية نتاعك وتقوم بأضعف الإيمان، وهو تنوير الرأي العام من خلال شهادته. الآن راه الوسائل راها موجودة، إذا كان ربما ما تقدرش تقول بعض الأشياء في القنوات الفضائية، يا سيدي ارواح، احنا رانا في إذاعة وطنية، إذا تحتاج 7 شهور يعطيك 7 شهور ونور الرأي العام. ما راناش رايحين حنا نظلموك، ما راناش رايحين حنا نلفقوا لك تهم، وانما حابين نعرفوا هذه الحقائق المرة حتى لا تكرر المأساة.
وحنا ماناش نحوسو نحقدو وماناش نحوسو التصفيه نتاع الحسابات، نحوسو نعرفو هذه الحقيقه، ونحوسو هو انه حتى لا تكرر الماساه، حتى باش ما تزيدش تطفر طفرت فينا حنا، ما تزيدش تطفر في ولادنا وولاد ولادنا. يكفي من هذا الدماء، يكفي من هذا الدموع، يكفي من هذه الماساه. راكم شفتوا لو كان عرفت الناس الحقيقة ما الذي حدث في الجزائر، ربما ما يتكررش هذا السيناريو اللي راهو الآن حادث في سوريا، ما يتكررش هذا السيناريو اللي راهو الآن حادث في ليبيا. لو كان الناس عرفت الحقيقة نتاع واش صرا في الجزائر، ربما لاستفادت الكثير من الشعوب. ولكن الأنانية نتاعكم وحب الدنيا هو اللي عماكم، تخافوا من الناس، ما تخافوش من ربي، ربي يهديكم. هذا الشيء اللي نقدر نقوله. أخسامي للأسف الشديد هو أنه خرجت، إذا نكتفي بهذا القدر. الإخوة والأخوات، أتمنى أن رانا أفدناكم من خلال هذا الحوار. شكرا للأخ فؤاد، وشكرا للأخ سامي، والأخ اللي دخلت معنا قبيل الأخ أمين من قسنطينة، ولو أنه ما كانتش عندك الفرصة على جل باش تدير تعليق. نلتقي إن شاء الله إذا الأسبوع القادم. إلى ذلك من حين تقبلوا تحياتي، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام وعلى خير. شكرا، بارك الله فيك الأخ فؤاد. شكرا. الجزائر حررها الجميع، وأخطأ في حقها الجميع، ويبنيها الجميع. حد مين؟ نعم، من أجل مساعدة وطنية. حد مين؟ شيء أدو وطني.